أكد مستشار بايدن أن الرئيس الأمريكي لن ينسحب من الانتخابات الرئاسية مقابل ترامب وفق ما نقل عنه وول ستريت جورنال اليوم وكان أعضاء كبار ونواب في الحزب الديمقراطي أعربوا عن خيبة أملهم من أداء بايدن خلال المناظرة الرئاسية التي جمعته مع منافسه دونالد ترامب. ونقل موقع بوليتيكو عن عضو بالحزب الديمقراطي الأمريكي القول إنه حان الوقت لعقد مؤتمر مفتوح لاختيار بديل للرئيس جو بايدن. وأضاف العضو الكبير بالحزب الديمقراطي أن الرئيس بايدن احترق على حد تعبيره. وقال نائب ديمقراطي لبوليتيكو إن الحزب سيخسر 20 مقعدا في مجلس النواب بسبب أداء بايدن، فيما أظهر استطلاع لشبكة CNN أن نحو 67% من متابعي المناظرة يرون أن ترامب هو الفائز، في حين أعلن مدير حملة ترامب النصر عقب انتهاء المناظرة.